يعني أولا دكتور زيد، أولا من يثبت أن هذه التظاهرات لجميعها لم تكن هناك قوة سياسية سواء معارضة أو داعمة أو متفرجة؟ جمهور هذه الأحزاب لم يكن مشاركا، هذه نقطة. النقطة أنا الثانية، أتصور آلية يعني القمع لا النص الدستوري و... نعم لا النص الدستوري ولا المنطق لا يبيح لجمهور معين أن يخرج للتظاهرات وجمهور آخر لا يخرج لهذه التظاهرات. طبعا قيمة التظاهرات هي مخرجات التظاهرات، بمعنى أن حتى هذه القوى السياسية التي نتحدث عنها عندما تكون في هذه التظاهرات، هذه التظاهرات لا تشبه أي تظاهرات أخرى، فهي لا تشبه التظاهرات الصغيرة للتيار المدني إذا ما تتذكر، ولا تشبه تظاهرات البصرة الخدمية، ولا تشبه تظاهرات التهويش في المناطق الغربية، ولا تشبه التظاهرات الأولى اللي قاتل التيار الصدري، وبالتالي كانت يعني واضحة المعالم رأس وقاعدة. أنا أعتقد القاعدة الأفقية هي الكفيلة بأن هذه التظاهرات وحتى القوى السياسية التي تريد أن تركب الموجة لا يمكن أن تثني هذا الإجماع عن المطالب الصحيحة والحق التي تطالب بها هذه التظاهرات. لذلك حتى إذا ركبت قوى سياسية هذه التظاهرات لن تستطيع أن تثنيها عن الأهداف، بما أشار إليه دكتور حازم ممكن أن يكون هناك يعني فعل سلبي اتجاه تصرفات بعض المتظاهرين، ولكن حدث أيضا في هذه التظاهرات، وأنا لا أعتقد أن هناك تظاهرات بريئة بالمطلق، يعني لابد أن يكون هناك استثمار، خصوصا أنها في مناخ سياسي، وهذا المناخ السياسي فيه صراعات وفيه خلافات وفيه تصفية حسابات، ولربما هناك من يدفع لإسقاط الحكومة، وهناك من يدفع لا أقول لإسقاط الدولة، وإنما إحداث شرخ كبير يعني جدا.